نعم، هناك أنباء عن انفجارات في شارع الشغف دانا في حي الشجاعية في شرق غزة تحديدا، هل هناك أنباء عن هذا الأمر تحديدا أو مزيد من التفاصيل عن هذا الاستهداف؟ يعني كما ذكرنا الاستهداف ما زال مستمر لعدة مناطق وأحياء على رأسها جنوب قطاع غزة، ونتحدث عن منطقة خان يونس، ونتحدث عن أن طيران الاحتلال ما زال يحلق في سماء قطاع غزة، واستمرار استهداف منازل المواطنين كما ذكرنا أسماء العائلات التي نشرها الإعلام الإسرائيلي الذي قال أن جيش الاحتلال وطيران الاحتلال نفذ غاراته استهدافا لهذه المناطق، إلا أن حتى اللحظة لربما تبعيات هذا القصف ما زالت مستمرة باستمرار تساقط بعض المباني والأضرار الجسيمة التي لحقت في المباني والمركبات المتواجدة في تلك المنطقة. مسعفون في الإسعاف الفلسطيني في قطاع غزة يحاولون حتى هذه اللحظة انتشال الجرحى من أنقاض وركان هذه المنازل المهدودة بسبب والمهدومة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي عليها. نتحدث أن إسرائيل لم تكتفي فقط باستهداف هذه المواقع بل ذهبت إلى أبعد من ذلك كما ذكرنا إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم، وحتى الآن في خبر جديد أيضا كانت قد فرض الجيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق بحري كامل على قطاع غزة، ونحن نعلم أن في قطاع غزة تسمح حكومة الاحتلال للصيادين في قطاع غزة إلى اجتياز منطقة محددة للصيد أو أن يكون هنالك حركة تجارية للبضائع عن طريق البحر، إلا أن عقب هذه الاستهداف عقب هذه العملية العسكرية ننوه أن هنالك إغلاق أيضا وفرض إغلاق بحري وفرض إغلاق بري. بري يتمثل في إغلاق المعابر التجارية، وبحري أيضا يتمثل في إغلاق بحري كامل على القطاع في البيانات الأولية لبيانات جيش الاحتلال. دانا إغلاق بحري كامل، استهداف لعدد من القيادات بالجهاد الإسلامي، وأيضا قصف محدد هذه المرة، ما الأسباب وراء هذه العملية التي تبدو أنها كبيرة من قبل إسرائيل هذه المرة؟ البعض يربطها بأمور سياسية واقتصادية أيضا في قطاع غزة. صحيح، ولربما إسرائيل تحاول إعادة ماء وجهها عقب العملية الأخيرة التي وصفها خبراء عسكريون إسرائيليون بأنها فاشلة وبأن قوة الردع الإسرائيلي متراجعة، لا سيما أيضا ربط هذا الردع وهذا الرد بما جرى في شهر رمضان واستهداف إسرائيل برشقات صاروخية من سوريا ولبنان، وقالوا أن الرد الإسرائيلي كان ضعيف وأنه محدود لمناطق محددة خوف إسرائيل من الدخول في معركة جديدة أو فتح جبهات سواء داخلية أو حتى خارجية، ما يكلف ويكلف الحكومة الإسرائيلية العديد، هذه الحكومة الإسرائيلية المهزوزة أصلا بسبب هذه الانشقاقات الإسرائيلية الداخلية. دعني أنوه إلى هذا الخبر العاجل أيضا الذي ورد الآن، وهو أن جالانت وزير الدفاع الذي أعيد بعد إقالته من قبل نتنياهو كان قد أعلن الآن حالة الطوارئ في محيط غزة وإغلاق شوارع ومحاور رئيسية في منطقة غلاف غزة، وأيضا نتنياهو سيعقد جلسة للكابينيت، والكابينيت هو المجلس الوزاري المصغر سيعقد اليوم، لم يكن هنالك تحديد أي ساعة إذ كان في الساعات القريبة أو حتى في صبيحة هذا اليوم، إلا أن المجلس الوزاري المصغر عادة ما يعقد للأمور العسكرية والأمنية الهامة، هذا أيضا مؤشر آخر ودلالة أخرى على اتساع رقعة هذه المواجهة ما بين الفصائل ومن بين الحكومة الإسرائيلية. ننوه أيضا أن هنالك اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الأمريكية والإسرائيلي لبحث إمكانية العلاقات والتطورات الإقليمية كانت قد حدث قبل قليل، وأن لربما وعلى ما يبدو أن وزير الخارجية الإسرائيلي حسب تسريبات وردت قبل قليل بأنه كان قد وضع وزير الخارجية الأمريكي في صورة الاغتيال قبل وقوعه، هذا يعني أن الحكومة الإسرائيلية حسب هذه التسريبات كانت قد أبلغت الخارجية الأمريكية بنيتها تنفيذ عملية الاغتيالات هذا.